بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المحاضرة هي من سلسلة محاضرات الآية في رقم 19، والتي أبين فيها بهدى من الله عز وجل الآية العظيمة التي وضعها الله عز وجل في رقم 19 كما يذكره المولى في القرآن الكريم. فموضوع هذه المحاضرة هو محاكاة الكمبيوتر من الرقم 19، يعني كيفية تعلم تحليل الأنظمة باستخدام الكمبيوتر من الرقم 19 والآية العظيمة التي وضعها المولى في هذا الرقم. طبعا أنا تكلمت في العديد من محاضراتي على الآية في رقم 19، ولكن لتستطيع أن تتابعوا هذه المحاضرة أبين ملخص سريع لهذه الآية العظيمة. فإذا تفكرنا في الآية رقم 30 من سورة المدثر، فيها يقول الحق جل وعلا عليها 19، فهنا يذكر الله عجل في القرآن الكريم رقم 19، عليها 19. وإذا تابعنا القراءة في هذه السورة سورة المدثر ووصلنا إلى الآية رقم 35، نجد بأن الله عجل يقول إنها لإحدى الكبر، يعني الآية في رقم 19 هي إحدى الآيات الكبيرة من آيات المولى عز وجل. إنها لإحدى الكبر، الكبر يعني الآيات العظيمة والكبيرة من آيات المولى عز وجل. إذن يخبرنا الله بأنه سيضع آية في رقم 19، وستكون هذه الآية من آيات الله عز وجل الكبيرة العظيمة. الآن السؤال، كيف نستطيع معرفة هذه الآية في رقم 19؟ لأن كما هو الحال مع كل آيات القرآن الكريم، تستطيع أن تعرف الآية عن طريق التفكر فيها. يعني تريد أن تفهم أي آية من آيات القرآن الكريم، تفكر فيها. تريد أن تعرف الآية في رقم 19، تفكر فيها. لا توجد متطلبات سابقة، فقط تفكر في الآية. فإذا تفكرنا في رقم 19 لنجد الآية التي وضعها الله عز وجل في هذا الرقم. فرقم 19 هو عبارة عن 19 وحدة مجموعة مع بعضها البعض، يعني 1 زائد 1 زائد 1 إلى أن تصل إلى المجموع 19. هذا هو رقم 19. الآن إذا أخذنا خطوة إضافية ومثلنا 19 وحدة بأشكال هندسية، سواء كانت دوائر كما جاء هنا أو شكل سداسي كما هو هنا، يعني مثلناها بأشكال هندسية وبحثنا عن أفضل ترتيب لـ 19 وحدة، تجد أنه هذا هو أفضل ترتيب لـ 19 وحدة مع بعضها البعض، سواء هذا أو هذا. فهذا نستطيع أن نقول عنه الشكل، إخواني إخواتي، هو التمثيل الهندسي لرقم 19. يعني في هذا الشكل الهندسي رقم 19 وضع الله عز وجل آية عظيمة جدا جدا جدا. كيف نعرف هذه الآية؟ مرة أخرى عن طريق التفكر في آيات القرآن الكريم. عن طريق التفكر في آيات القرآن نستطيع أن نعرف هذه الآية العظيمة التي وضعها الله عز وجل في هذا الشكل الهندسي. فمثلا الله عز وجل يخبرنا في القرآن الكريم بأنه واحد أحد، قل هو الله أحد. فكيف أن هذا نجده في رقم 19؟ فإذا تفكرنا في رقم 19 كما تشاهدون هنا، نجد بأنه يتألف من 3 طبقات، الطبقة الداخلية هنا، والطبقة باللون الأزرق هنا، والطبقة الثالثة باللون البرتقالي هنا، 3 طبقات. فالحقيقة بأن الله هو واحد أحد، هذا يرمز له بالطبقة الأولى التي تحتوي على دائرة واحدة ترمز إلى الله الواحد الأحد الذي كان ولم يكن شيء قبله. لأن ثم الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام، هذا يرمز له بالطبقة الثانية كما تشاهدون هنا، والتي تتكون من 6 كرات. 6 كرات ترمز إلى خلق الله للسماوات والأرض في 6 أيام. ثم بعد ذلك الله عز وجل خلق أنت كإنسان، وأنت تعيش عدد سنين في هذا الوجود في هذا الكون، وكل سنة 12 شهر، وال 12 شهر يرمز لها بالطبقة الثالثة تكون 12 كرة. إذن سبحان الله العظيم، نجد أن هذا الشكل الهندسي يحتوي على قصة الخلق. وليس هذا فقط، كما رأيتم في محاضرة سابقة كما سترون في هذه المحاضرة،
هذا الشكل الهندسي ليس فقط يحتوي على قصة الخلق، ولكن يحتوي على علم الخلق، يعني كيف تنتقل الماء، المادة تنتقل، الحرارة، آليات هذا الكون. علم الخلق كله تستطيع أن تستنتجه من هذا الرقم عن طريق التفكر فيه. فمثلا هذا هو التمثيل الهندسي رقم 19. إذا نظرنا إلى خلق الله لنظام حي مثل خلايا النحل، تجد سبحان الله العظيم بأن خلق الله لخلايا النحل مطابق تماما لهذا الشكل، الشكل الهندسي رقم 19، إن الله عجل ترتيبه لخلايا النحل وبيوت النحل مطابق لرقم 19. فتلاحظ كيف أن الله عجل وضع علم كبير جدا في هذا الشكل الهندسي، وهذا يعني يلفت نظرنا هنا عندما يقول الله عز وجل إنها لإحدى الكبر، آيات العظيمة، آيات المولى عز وجل. شكل واحد، هذا هو شكل، هذا يحتوي على علم الخلق بالكامل، يحتوي على علم كل هذا الخلق. فما الذي يستطيع أن يعمل ذلك؟ ما الذي يستطيع أن يضع علم كل هذا الكون في شكل هندسي هذا؟ طبعا الجواب أنه الله عز وجل هو الوحيد يستطيع أن يعمل هذا الأمر. فهذا طبعا صورة أخرى للرقم 19، تجد هذا هو التمثيل الهندسي له. تلاحظوا بأنه هيكلية الرقم 19 مطابقة لترتيب المادة في الخلق. طبعا هذا الشكل السداسي ليس فقط في خلايا النحل، تجده في الماء، لما يكون في ماء في حالة الثلج، تجده في كل شيء في هذا الوجود، الطاقة كلها مرتبة، الله جل خلقها على الشكل السداسي. الآن نأتي إلى التركيز في هذه المحاضرة على كيفية تعلم تحليل الأنظمة باستخدام الكمبيوتر من رقم 19. ولكن بداية، ما الذي أعني بنمذجة مودلينج ومحاكاة الكمبيوتر؟ فهنا نحكي على مودلينج، مودلينج وسيميليشن، كيفية عمل نمذجة محاكاة الكمبيوتر تعلمها من رقم 19. لأن لو كان عندنا نظام معقد مثل هذا المنشأ، تجدوها بناية معقدة بشكل هندسي يعني معقد، أو مثلا الجمجمة البشرية، نريد أن نحللها بالكمبيوتر، نريد أن نعملها نماذج بالكمبيوتر ونحللها. ما معنى نحللها؟ نريد أن نعرف مثلا قيمة القوة هنا، أو قيمة الجهد من أثر قوة على المنطقة هذه، نريد أن نعرف درجة الحرارة هنا، إذا كان درجة الحرارة هنا لها كمية معينة، يعني نريد أن نعرف كيف نحلل هذه الأنظمة بالكمبيوتر. يعني كيف نستطيع أن نتعلم هذا من رقم 19؟ الذي سأقوم به هو كيفية استنباط هذه المعرفة من رقم 19 ومقارنتها بأشهر برنامج لعمل النماذج بالكمبيوتر وتحليل الأنظمة، وهو برنامج الأنسس. الأنسس هو أشهر برنامج لتحليل الأنظمة واختبارها باستخدام الكمبيوتر. فلنبدأ بسم الله. يعني هذا هو رقم 19 هنا. يعني لو أخذنا الشكل الخارجي لرقم 19، يعني لو أخذنا الحواف الخارجية لهذا الرقم، الحواف الخارجية، سينتج هذا الشكل. تجدونه شكل مركب من أشكال أخرى، ليس شكل بسيط. فعندنا هذا الشكل نريد أن نحلله هذا. ومثلا في برنامج الأنسس عندنا هذا الشكل المعقد، وهو نموذج الجمجمة البشرية، نريد أن نحلله. فنريد أن نقارن بين كيف يقوم الأنسس بتحليل هذا الشكل والمعرفة التي استنبطها من رقم 19 في هذا الموضوع. الآن إذا تفكرنا في هذا الشكل المركب في رقم 19 ونظرنا إلى داخل، إلى هيكلية الرقم 19 هنا، نجد بأنه هو ليس شكل مصمت أو يعني سكب بالكامل، ولكن يتكون من قطع متصلة مع بعضها البعض، نسميها عناصر. يعني لاحظوا بأنه من الداخل عبارة عن عناصر مرتبطة مع بعضها البعض وليس شكل مصمت. إذن نتعلم بأنه من أهم الخطوات في تحليل الأنظمة المعقدة أن نقوم بتجزئتها، discretization, digitizing systems، أو تقطيعها إلى أجزاء مقطعة، عناصر أبسط. هذا نتعلمه من رقم 19، بأنه بما أن الشكل كله مبني من عناصر مؤلفة مع بعض البعض لتكوين الشكل المعقد، إذا نريد أن نفهم الشكل المعقد نقوم بتفكيكه إلى عناصره البسيطة. وإذا قارنا هذا مع برنامج الأنسس هنا، تلاحظ بأنه من أهم الخطوات لتحليل النماذج المعقدة في الأنسس، يقوم البرنامج بتقطيع النموذج إلى، تلاحظوا، قطع أو عناصر صغيرة.
لا سبحان الله عظيم، الشبه الكبير بين تقطيع البرنامج الأنسس للعناصر والشكل وهيكلية الرقم 19 من الداخل، سبحان الله العظيم. لاحظوا مقدار المعرفة التي ضعها الله عز وجل رقم 19. فقط تفكر في هذا الرقم، لا توجد متطلبات سابقة، لا توجد أسرار، كل شيء واضح ومباشر. فتلاحظ كيف أنه تقطيع الشكل المعقد في الأنسس إلى قطع صغيرة، تلاحظون هنا على شكل مثلثات، تلاحظ أيضا الشبه الكبير مع رقم 19. الآن مرة أخرى أيضا من نظرنا للرقم 19، نلاحظ بأنه العناصر المؤلفة للرقم، تلاحظوا أن هذه الأشكال الهندسية هنا هي أشكال بسيطة، اللي يعني يجب أن يقطع الشكل المعقد بأشكال هندسية بسيطة، ليست أشكال هندسية معقدة. لأن إذا نظرنا إلى البرنامج الأنسس يقوم أيضا بتقطيع الشكل إلى 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 أشكال هندسية بسيطة، لاحظ هنا عبارة عن مثلثات. فإذا المتطلبات من المتطلبات الرئيسية لتحليل أنظمة الكمبيوتر أن تقوم بتقطيعه إلى أجزاء بسيطة. لاحظ رقم 19 أشكال هندسية بسيطة. شيء آخر تلاحظه في رقم 19، هناك اتصالية كبيرة بين العناصر، يعني هنا عندما يتصلوا مع بعض البعض لا توجد عنصر غير مرتبط بشيء آخر، هذا يسمى نود كونكتيفيتي، اتصالية النقاط. تلاحظ أيضا في الأنسس متطلبات رئيسية للتقطيع أن تكون هناك اتصالية كبيرة بين العناصر، تلاحظوا هنا كيف هناك اتصالية، يعني لا توجد هناك عنصر يخرج أو غير مرتبط بشيء. لاحظوا سبحان الله كيف أن التفكر في رقم 19 تستطيع أن تعرف المتطلبات الرئيسية لتحليل أنظمة بالكمبيوتر. شيء آخر أيضا إذا نظرنا رقم 19 مبين هنا، مثلا لو وضعنا قوة هنا نسميها قوة F. الآن إذا نظرنا كيف تنتقل القوة في داخل رقم 19، مثلا عندما تأتي هنا ستنقسم إلى F على 2، مثلا F على 2 نصف القوة، وعندما تأتي هنا تنقسم F على 4، F على 4 ربع القوة، تأتي هنا تنقسم F على 8، F على 8. يعني تلاحظ كلما أبعد القوة عن مركز التأثير تقل قيمتها، يقل تركيز القوة. لأن إذا نظرنا إلى تمثيل هذا بالكمبيوتر تجد بأنه مثل موجة، يعني اللون الأحمر هو أكبر تركيز القوة تجده هنا، ثم اللون البرتقالي أقل، الأصفر أقل فأقل. يعني تلاحظ القوة تنتقل على شكل موجة، وكلما أبعدت عن نقطة التأثير تركيز الطاقة يقل. نلاحظ هنا الألوان، اللون الأحمر هو أكبر تركيز واللون الأزرق هو أقل تركيز. كلما أبعدت هنا طبعا القوة مؤثرة، كلما أبعدت عنها تنتقل على شكل موجة. هذا يسمى بعلم التحليل الكمبيوتر Wave Front Analysis، يعني تحليل باستخدام موجة، تحليل الموجي. لأن إذا قارنا هذا الشيء اللي نتعلمه من رقم 19 مع كيف يقوم برنامج الأنسس بتحليل حساب القوة، يعني عندنا مثلا قوة مؤثرة هنا على هذه المنطقة مثلا، تلاحظوا بأن القوة تنتقل من مصدرها على شكل أمواج، تلاحظوا أن كله شكل كأنه شكل موجي، بالضبط مثل ما تعلمناه من رقم 19. عندما تكون يعني قرب منطقة التأثير تكون أكبر تركيز ثم تقل كلما أبعدت، وهذا سبحان الله عظيم مطابق لكيفية انتقال الطاقة في رقم 19. نلاحظ يعني كيف أنه من التفكر في رقم 19 تستطيع أن تتعلم علم، يعني علم كل شيء، فقط تفكر فيه أكثر وأكثر. وطبعا هذه بعض المتطلبات الرئيسية لكيفية النمذجة بالكمبيوتر، عمل مودلز، نماذج بالكمبيوتر كما تعلمناها من رقم 19. ولمعرفة مزيد عن هذا الموضوع رجاء التفضل بزيارة موقع شبكة انترنت www.quran-miracle.com، هذا هو الموقع. يمكن التواصل معي عن طريق بريد الإلكتروني zquran@gmail.com. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.